برنامج دوكمان هو بتمويل من الاتحاد الاوروبي ضمن برنامج الفيديو الثاني. في ثلاث مؤسسات هن اللي عاملينه، في طبعا بيروت دي سي، في رودوك من فرنسا الممثله اليوم بانماري بتشوني اللي انا وياها عم ندير البرنامج، وفي دوك اتونيس اللي هو المهرجان الفيلم الوثائقي بتونس. رولا بيس اللي هي الكوردينيتور تبع المشروع. رح يكون في عنا مدير التعليم هو جان بيدو من فرنسا، بعدين رح يكون هذا الشيء تحت اشراف هل عبد الله من سوريا وسيرج لادو من فرنسا. Il faut parler du point de départ. بس ما بعرف قديش بدي اعطي، اذا بدي اعطي هو في شيء له علاقه بالتبادل. C'est intéressant de travailler comme on fait au niveau européen.